السلام عليكم أخواني وحبايب قلبي. أخواني اليوم موضوع مهم جدا، بما أنه إحنا فصل الصيف مثل ما تعرفون، وأغلب الأخوان أو الناس بلشوا يشتغلون بالمبردات، فتح المبردات، تبديل الحلفات، هاي الأمور. فعندي كم نصيحة، نصيحة أخوية طبعا، البعض منكم من عندكم أخواني يعرفها، لكن بعض الناس ما تعرف هاي الأمور. فأحب أنصحكم أو أوجهكم توجيه بسيط، يعني توجيهات بسيطة من أخ الأخوانه. أخواني، أول توجيه أو أول نصيحة من عندي فيما يخص المبردة. أخواني، المبردة أخذها قاعدة أساسية، إيش وقت ما تشتغل بالمبردة، تفتح المبردة، لازم راسل بلك مشلوع من الكهرباء. لا تقولي طفيتها، أنا مطفي المبردة ماكو مشكلة. أخواني، لازم راسل بلك مشلوع من الكهرباء تماما وتشتغل. مثل ما تلاحظون هاي الصورة أخواني شاركها أحد الأخوة، فحبيت أشاركها أيضا لكم، جزاء الله خير. طبعا صورة توضيحية لهذا الموضوع. أخواني، لا تشتغل بالمبردة نهائيا وراسل بلك مشكل بالكهرباء حتى لو طافي، لأن يوصل نتلة، ويوصل حتى عن طريق البارد يوصل نتلة، ونتلة قوية. طبعا تعرفون كثير من الناس يعني الله يرحمهم طبعا راحوا بسبب مبردة. فموضوع بسيط لا تستهين به، لكن خطر جدا جدا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إخواني، أي واير عندك بالمبردة، شادة بعلاقة، شادة ما أعرف شنو، أي واير من وايرات المبردة في داخل المبردة، لازم تجيب له تيب. تيبه بالخمسمية إخواني، الأصلي بالخمسمية دينار، وتوخر العاليق اللي شاد الوايرات بها، ومثل ما قلت أنا راسل بلك مشلوع، فتربط التيب بأي مكان عندك، شاد عليه علاقة، شاد عليه أمور، تلف عليه تيب أصلي بشكل جيد وبشكل مضبوط إن شاء الله، وتضبط كل الوايرات مالتك في داخل المبردة بشكل صحيح وبالتيب الأصلي إن شاء الله. هاي نقطة ثانية طبعا. أما النقطة الأخيرة أخواني، اللي هو راح أسوي لها طبعا موضوع منفصل، اللي هي جوزة الإيرث ليكج، جوزة ضد النتلة، ضد الصعق الكهربائية. طبعا بما أنه مشاكل المبردات والصعقات والنتلة وهاي الأمور بالمبردة كثيرة جدا، وده تروح بسببها أرواح كثيرة، فهذا الموضوع لازم أنبه عليه وأنوه عليه. طبعا موضوع جوزة الإيرث ليكج أو جوزة ضد الصعقة الكهربائية، تقدر تشدها. طبعا الإخوان اللي يعرفوها طبعا، مجرد أنه أنا أذكرهم بها، أنه تقدر تشدها للمبردة حتى أقل تسريب كهربائي أو نتلة، لا قدر الله أنت بالثانية تفصل الجوزة أو تفصل الكهرباء عن المبردة تماما. والإخوان اللي ما يعرفوها إن شاء الله راح أسوي لها فيديو منفصل أشرح عليها. جهاز مهم، يعني أنا أسميه جهاز مهم وقاطع مهم جدا، اللي هو جوزة أو قاطع الإيرث ليكج، قاطع يعني لازم يكون في كل بيت عراقي لازم به هذا القاطع، أو حتى في لأمان المنزل وأمان أهل البيت، يعني حتى إن شاء الله يكون الكل بأمان من الكهرباء ونتلات الكهرباء إن شاء الله. أخواني، هذا موضوع بسيط حبيت أفيدكم به، وإن شاء الله استفاديتوا من عنده ولو معلومة بسيطة. أتمنى من الأخوان اللي أول مرة شاهدونا أن يشتركون بالقناة فضلا وليس أمرا. كلمة الاشتراك الظاهرة باللون الأحمر دوس عليها إن شاء الله حتى توصل لك كل الفيديوهات المهمة والمعلومات المهمة إن شاء الله. حياكم الله أخواني، تحياتي لكم.